السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شباب، شكرا سيد حسين. انا طبعا انا برجع لكم فيديو جديد، موضوع جديد. طبعا اليوم موضوع جدا بفيدك وتحذير للجميع. قبل لا نبتدي الموضوع حبايبي، اضغط زر لايك واشترك في القناة، اذا كنت مو مشترك فعل زر الجرس حق تصلك جديد. طبعا اليوم موضوعنا عن طريقة، او مو بالاحرى طريقة، نصيحة قبل الفضيحة في الآيفون. تمام، نصيحة قبل الفضيحة. طبعا النصيحة هي، او ليش يعني هي الشي في الآي كلود هذا، احب اقول لك شي. بقول لك مثلا قصة حقي شوي اوضح الامر، عرفتون شلون؟ مثلا يعني انت رحت متجر الكتروني او شي كذي، يعني اوكي في السيارة او شي كذي، وقلت له فرمت التلفون، قلت ترى صاحب المحل فرمت التلفون، اعمل له فورمات وحط اي كلود او شيء، يعني ما قلت له حط اي كلود، اعمل له فورمات وجيبه لي. تمام، سوى له فورمات وسوى اي كلود وحطه وكل شيء. تمام، هي غلط، حطه يعني تقدر، ممكن ما تقدر تنزل بعض التطبيقات من الابل ستور، لان يمكن ما تعرف كلمة السر مالت الاي كلود. هي اول مشكلة. ثاني مشكلة انه يا شباب، وهو مو هو اللي سوالك الاي كلود، يعرف كلمة السر، على صح لو مو صح، يعرف كلمة السر ويعرفها عدل. يعني ما يعني اوصف لكم شباب، بس يعني شنو يعني يعرف كلمة السر والايميل؟ يعني انت مثلا عندك الصور، تمام، يقدر هو يجي ويشوف الصور. ثالثا انه مثلا ما يبي يسوي اي كلود، جاء مستخدم غيرك ويبغى مثلا فرمة التلفون او الايفون او الايباد، يحط له هذا الاي كلود ويلا عاد الصور كلها تنتقل. فاذا كنت واحد من هالاشخاص وما تبى احد يتجسس عليك او ياخذ صورك او جهات اتصالك، فبسرعة تواجه الى الاعدادات، اي كلود، بعدين اي كلود، بعدين الخيارات اللي تحت هذه كلها وقفها، عطلها كلها، عطلها. وبعد ما تعطل الخيارات كلها، تروح على تسجيل الخروج وتسجل خروج وتسوي ابل اي دي جديد او اي كلود جديد. وفي المواضيع الجاية بشرح لكم